الو ان شاء الله الرحمن الرحيم. بغينا نستأنفوا العمل وكنتمنوا من الله الله يقوينا والله يقدرنا باش نكونوا ان شاء الله في كامل المسؤوليه. باش غادي نبداو باذن الله؟ غادي نبداو بالتعقيم من الباب. الو هنايا كيف ما قلنا الاحترازات اللي غادي نديروا باذن الله واللي ان شاء الله الرحمن الرحيم غنكونوا في المستوى غنقدروا عليها. لو تابي ديك الزربيه اللي كتكون هنايا فازق ان تابي فازق بالكلور فين كتكون العفطه الاولى ان شاء الله الرحمن الرحيم. الو مع الدخله هنايا غادي يكون ان اوتر تابي. هادي محل ديال لاكاس فين كتقطع الورقه ديال الحمام. الو هنايا فين كاين شويه الضرر من ناحيه الفلوس ومن ناحيه ردان الصرف. الو حنا خدينا احترازات ديالنا بان غادي يكون هنايا واحد الباسينه صغيره فيها الماء ديال جافيل والماء فين غادي ندير الصرف البياس، وهنايا غادي تكون فين غادي داروا الوراق. السيد اللي مكلف ان شاء الله الرحمن الرحيم خديت لي اللوازم ديالو منها الكمامه منها ليكو ديال يدي منها ان تابي مويو وحده. هذا حمام ديال النساء. هنايا ان شاء الله الرحمن الرحيم غندير ديال التعقيم، تعقيم اليدين. هنا غادي تكون الاله انا شريتها غادي نلصقها هنا باذن الله. غتكون وحده هنايا ديال العيالات ووحده ديال الرجاله. هنايا هذه الجلسه البلاصه ديال فين كنحطوا السيكان. كل كليانه بالكازي ديالها. هاد السطور ما تاخذوش بعين الاعتبار لان انا غادي نحيد السطور من الحمام. نورمالمون كانت الكليانه ملي كتجي كتعطاجو السطور ديالها. يعني ان شاء الله في هذه الازمه غادي نحيد السطور. السيده الكليانه اللي غادي تجي الله يجازيها بخير تجي معها السطيلات ديالها. مطمنة عليهم وعرفهم نقيين وغاسلهم بيديها. انا دابا ولا لو ريسك ولا الخوف. هذا الفضاء هذا هنايا تتجلس واحد السيده اللي تتحرس ليا الحويجات ديال الناس. هذه البليصه ديالها. هنا البليصات ديال الناس فين تيمر الحمام فين تيخرجوا يلبسوا حويجاتهم. ها انتم سيدي كيف ما كتشوفوا الحمد لله كل شيء منقي، كل شيء منظف، كل شيء مغسول، كل شيء الحمد لله والشكر لله قايمه الناس اللي تيديروا عندي النظافه. كل شيء ها انت كل شيء الحمد لله. ها هما باقيين واقفين كاع هادو لان منظفين بلا ما نحطهم. دابا هاد لاصال كلها فين تيلبسوا الناس حوايجهم. هادي الطاقه الاستيعابيه هي الاولى، هي الاولى. الاحترام ديال 50% انه انا الحمام انا مولاتهم قابله انايا. غادي ندير الاحتياطات ديال متر ما بين ولا متر ونص ما بين الزبونه والزبونه باش حتى الزبونه تعوم على راحتها. هادو المحلات لي صال ديال العمال. كيف ما كتشوف اسيدي معقمين. الوغ هنايا كيف ما قلت لكم بحال دابا مثلا هاد البليصه غتجلس فيها وحده هنا وحده غادي تجلس هنايا وغادي تجلس وحده هنايا وغادي تجلس وحده هنايا. هنا نورمالمون ملي كنعوموا هنا يقدروا يجلسوا حتى 10 ديال العيالات، ولكن في هاد الظروف اللي حنا فيها غادي نجلس 3 ديال العيالات. هنا وحده هنا غادي تجلس وحده هنا. هاد الروبيني كاين داكشي ما يمكنش الجلوس. هاد المحل ديال الناس اللي كيبغيو يخرجوا يرتاحوا باقا ما عامدش شعيات كتخرج ترتاح فيه. ها انت كيف ما كتشوف نقي معقم ما خاصو الحمد لله. ها المثال انا وجدت القاعه ديالي انا وجدتها بلون بلاسمون ديال الكراسة اللي غنحترم باذن الله وتنطلب من الزبونات ديالي وباش نبقاو ديما تنشوفو نبقاو ديما يجيو لعندي نحترمو هاد لون بلاسمون. الطاقه الاستيعابيه ديال 50% ضراتنا شويه حتى هي في الحقيقه، ولكن ما كاين حتى شي مشكل باش نساهموا في هذا الشيء ونحاربوا هذا الوباء ونعاونوا البلاد. باش الطاقه الاستيعابيه الا كانت مثلا الحمام تيهز لي 40 ديال الناس دابا غادي يولي يهز لي غير 20. الوغ 20 نديرها ب 12 درهم. انا دايره دخلت الحمام ديال 12 درهم باش كلشي يعوم. الوغ 12 درهم الا ضربتيها في هذيك ال 20 ديال الناس ما غادي تجيبش لي حتى ثمن المعقم. ماشي ثمن جاره ولا العود ولا باش كنخلص الناس اللي خدامين معايا اولا باش كنشري مواد ديال النظافه، حيت غير تيدو جافيل بلا كورونا بلا جائحه بلا والو كنخسر فيه 3000 درهم في الشهر غير تيدو جافيل. علاش؟ للتعقيم. حيت الحمد لله حمام الاندلس عنده سمعه طيبه وبغيتها تبقى. علاش؟ باش الناس يجيو لعندي. وحباتي وحباباتي اللي توحشت بزاف 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 بزاف. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. عندي شي نقاط بغيت نهضر معاكم انتوما الزبونات ديالي. الأولى غتسمعني أنا ما بقيتش كندير السطولة، ما تكثريش لي السطولة، جيبي جويجات، الروبينيات كبار، دغسطلت يعمر في دقيقة المكانة. القضية الثانية،
الوليد الا كان كيقدر يعوم في الدار او مي في الدار بلا ما تجيبيه معاك الحمام. هذه راه من الاحتياطات الواجب علينا لوليداتنا. بلا الوليدات الصغار ما كاينلاش، ديك عامين لتحت، اما عامين الفوق 3 سنين ماشي مشكل. وقضيه ثالثه انه تعطل في الحمام لداخل راه ما عندك فيه تربح. شوفي انا قلت اللي بغيتي غير صحتك باش تخلي الفلانه غادي تدخل تا هي موراك، لان خصك ملي تخرجي انت غادي تخصني واحد 5 دقائق باش نحكم البلاصه باش تدخل لها السيده اللي كتسنى، حيت تقدر تجي تبقى كتسنى ساعه ساعه ونص بزاف، تقدر تقول لي ما بقيتش بغيت نعود تمشي. الوغ الا اتفقنا على هذا التوقيت واحترمنا هذا الشيء والله حتى غادي نحلوا حماماتنا، والله حتى غنعوموا مزيان وغنكونوا بخير وما غادي يكون لا وباء لا والو ان شاء الله. الله يجعل سيدي ربي شافينا منه.